ألف مليون مبروك للعرب كلهم، ألف مليون مبروك للسعودية والشعب السعودية بشكل خاص. بكل فخر منتخب السعودية بيفوز على منتخب الأرجنتين 2-1، وفي كأس العالم مش في أي بطولة وسلام. المنتخب السعودي بيعمل ريمونتادا على منتخب الأرجنتين للتاريخ، شابوه والله. منتخب السعودية كان قافل المساحات تماما على ميسي، لأنه لو ما سجلش فأكيد هيعمل أسيستات، فكان لازم كده كده تقفل عليه المساحات، وكان عاجبني جدا الدفاع المتقدم وإن هم كانوا بيلعبوا على مصيدة التسلل، وبالفعل كانوا بيعملوها بشكل ممتاز، وبدليل إن منتخب الأرجنتين جاب 3 جوان أوفسايد، وبالتبعية لما بتلعب دفاع متقدم أنت بتكون عامل ضغط عالي، كمان مع الدفاع الأرجنتيني الضعيف، فالمنتخب السعودي عمل ريمونتادا عظيمة جدا، الأرجنتين كانت مهزوزة تحس إن كان فيها عدم تركيز، وكمان كان في حالة تباهي وثقة زايدة عن اللزوم، ولكن تفعلها السعودية وللتاريخ، فوز مستحق جدا للسعودية، وما ننساش برضو روح وقتالية من لاعبي السعودية، هم سبب أساسي في فوز النهاردة، وأكيد كمان تكتيك عبقري من مدرب عالمي، مبروك لينا كعرب بشكل عام، ومبروك للسعودية وجمهورها بشكل خاص، أنا مش مصدق نفسي وأنا بقول كده والله، لأن السعودية عملتها قدام المرشح الأول للفوز بكأس العالم، ريمونتادا كبيرة وعظيمة للمنتخب السعودي، ولعبوا مباراة كبيرة ورجالة صنعوا التاريخ، فهل الأرجنتين قادرة إن هي تتصدر المجموعة دي؟ بعد الأداء الهزيل والخسارة قدام منتخب السعودية، هستنى كل المنتخب التونسي بتعادل مع منتخب الدنمارك 0-0. اداء جميل وفي جرينتا تونسيه، حس ان منتخب السعوديه جرأ منتخباتنا العربيه حبتين بعد فوزها الجميل على الارجنتين. اداء ممتاز دفاعيا مع تمركز صحيح، كمان نص ملعب متوازن من المنتخب التونسي، انما الهجوم ما كانش احسن حاجه، لان جات لهم هجمات كتير في الشوط الاول كان ممكن يخلصوا بها الماتش، ولكن ما كانش فيه حظوظ. انما الشوط الثاني بقى بالكباتن كان المنتخب الدنماركي احسن من المنتخب التونسي، وده اللي باين قوه المنتخب التونسي على مستوى الدفاع، كمان مع حارس المنتخب التونسي اللي شال جوان حرفيا. الدنمارك كانت متحكمه في رتم المباراه في الشوط التاني، فالتعادل كان عادل بالنسبة للمنتخبين، ونقطة مهمة جدا في بداية مشوار المنتخب التونسي في المونديال. فهل منتخب تونس قادر ان هو يصعد من المجموعة دي؟ منتخب المكسيك ومنتخب هولندا بيقدموا هدية على طبق من ذهب لمنتخب السعودية. بعد تعادل المنتخبين تعادل سلبي، فكل منتخب بياخد نقطة، فأصبح منتخب السعودية على رأس المجموعة بثلاث نقط، وكده المنتخبين بيكونوا الثاني والثالث في المجموعة. أما المنتخب الرابع تخيل مين؟ هو فيش غيره، منتخب الأرجنتين. المنتخبين تعادلوا تعادل سلبي في مباراة تألق فيها الحارس التاريخي أوتشوا، واللي تصدى لضرب الجزاء من النجم البولندي ليفاندوسكي. فهل الأرجنتين قادرة إن هي تتصدر المجموعة دي ولا لأ؟ منتخب فرنسا عمل الجلاشة مع منتخب أستراليا وفاز عليه 4-1. فأول الماتش كده في غفوة دفاعية من منتخب فرنسا قدر يسجل منتخب استراليا أول أهداف، قلنا بس يا معلم هنشوف ماتش جامد بقى، ولكن يا بوكباتن ده ما حصلش، لأن فرنسا من الدقيقة 27 في الماتش بتبدأ تسجل الهدف الأول ليها وتتوالى الأهداف بقى. الفرق كان واضح جدا ما بين منتخب فرنسا ومنتخب استراليا، فرنسا أعلى فنيا وتكتيكيا وبدنيا من استراليا وفي كل حاجة تقريبا، وعلى الرغم ان منتخب فرنسا ضيع فرص كتير جدا، ده مبابي لوحده شوف ضيع فرص قد ايه، ولكن منتخب فرنسا بالاسماء اللي معاه دي ما يتخافش عليه في المجموعات. فهل فرنسا هتكمل على المستوى ده ولا هتخيش في الماتشات اللي جاية؟ جيرو لاعب المنتخب الفرنسي بيحقق 3 ارقام قياسية بعد فوز منتخب فرنسا على منتخب استراليا 4-1. عمنا جيرو احرز هدفين في الماتش ده، وبالثنائيه دي بيوصل لهدفه رقم 51 مع منتخب فرنسا. حلو كده، حلو كده، بيعادل بقى رقم تيري هنري كافضل هداف في تاريخ فرنسا. جيرو ده والله هو، اصل الناس كانت بتنتقده جدا زمان وكانوا بيقولوا عليه ملوش لازمه. جيرو عمره 36 سنه و53 يوم، وده بياخدنا ان كمان بقى اكبر لاعب بيسجل مع منتخب فرنسا بعد الاسطوره زين الدين زيدان اللي سجل قدام المنتخب الايطالي في مونديال 2006 لما ضرب الواد بالهيد كده كده انت عارف، وكان عمر زيدان وقتها 34 سنه و16 يوم. كمان اصبح جيرو اكبر لاعب اوروبي بيسجل في تاريخ كاس العالم، فهل ممكن نشوف جيرو هداف كاس العالم؟ ده طبعا اذا منتخب فرنسا وصل لبعيد في المونديال ده. هستنى كل تعليقاتكم.